بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم. إن شاء الله النهاردة هنتناول تمرين جديد على رسم المنظور. هتلاقوا الرابط بتاع الفايل بتاعه تحت الفيديو، وأتمنى تشوفوا الفيديوهات اللي قبل كده من البلاي ليست اللي تحت الفيديو. بالنسبة للأيزومتري بتاعنا زي ما إحنا شرحنا قبل كده، إحنا بنحدد النقطة اللي هنبدأ منها وليكن دي، بعد كده هذه النقطة أهي، بعد كده هنمشي خط ميل بزاوية 30 بطول الجزء ده، ثم خط ميل بزاوية 30 طول الجزء ده، ثم خط رأسي طول الجزء ده. بعد كده اقفل الشكل ده، ممكن واحد يقول لك انا اقفل الشكل ده عادي مش مشاكل. اقفل الشكل ده كده. خلاص؟ وبعد كده امشي خط ميل طول الجزء ده، ممكن تمشي خط ميل طول الجزء ده. خلاص؟ عملت الجزء ده. بعد كده انزل الجزء ده كله بالطول ده، الطول ده قد ايه؟ الطول ده هتلاقي مديك الارتفاع ده كله اللي هو 40، ومديك الحته دي اللي هي 10، فهتنزل الارتفاع ده اللي هو 30. خلاص؟ بعد كده اجي من الناحيه دي اطلع خط راس المقدار الحته دي. الحته دي هتلاقيها بمقدار 30، يعني دي مش قصاد دي، دي 40 كلها، انما دي 30. وبعد كده انزل خط مايل لحد ارتفاع اللي هو 10، والمسافه دي كلها تبقى 8، يعني ممكن اجي من هنا وامشي 8 كده واوصل دي. هل انا خلصت؟ انا ما خلصتش، ما تنساش الجزء اللي ورا ده. تمشي مقدار الجزء اللي ورا ده بمقدار نفس العرض اللي هنا ده، وبعد كده تاخد مايل موازن ده من هنا لهنا موازي ده كده، تمشي بالمسار بتاعتك موازي تاخد بيه. خلاص؟ أو تحدد مكان النقطة دي هنا كده وتوصل بيه ده الجزء ده. يعني بدل ما واحد يقول لك مايل ممكن ايدي تهز وانا شغال، لا يا ستي خلاص حدد مكان النقطة دي، تعالى من قصاد النقطة دي امشي مايل كده بزاوية 30 بمقدار الطول ده، وقف نقطة 100 هنا ووصلها لحد الجزء اللي هنا ده. خلاص؟ بعد كده تعالى من هنا مايل بزاوية 30 اهو، وشد الخط ده، يبقى انت كده خلصت الجزء بكل بساطة. كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا، نتمنى تشوفوا بقية الفيديوهات من البلاي ليست اللي تحت الفيديو، تعملوا لايك وشير ليها وسبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب، ولايك للصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.